السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ سنة تالتة، يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة بإذن الله هنشرح أسلوب النداء مع بعض كده. إيه أسلوب النداء؟ أسلوب النداء أنا بستخدمه عشان أطلب من حد طلب أو أطلب منه حاجة ما يعملهاش. يبقى النداء ده مقصود بيه اللي أنا بنادي حد للطلب بشيء أو النهي عن شيء. طيب أسلوب النداء بيتكون من إيه حبايبي؟ أداة النداء اللي هي عندنا السنة دي بس، والمنادى. المنادى ده بلاقيه فين؟ بعد حرف النداء مباشرة. طيب أسلوب النداء عشان لازم أحدد كمان، وتاخد بالك لما أحدد الأسلوب لازم من أول كلمة، أحدد أسلوب النداء من أول كلمة. عشان تقول على الأسلوب ده نداء لازم يكون الياء مثلا زي كده، يا أحمد ساعد والديك. يبقى يا احمد ده اسلوب نداء حبيبي، بيتكون من اداه النداء اللي هو يا، واحمد المنادى. طب افرض انا عملت ساعد والديك يا احمد، انا ابتلك الجمله، هل ده اسلوب نداء؟ لا، مش اسلوب نداء. يبقى اسلوب النداء متفقين فيها اللي لازم المنادى يكون في اول الجمله. طب لو المنادى جالي في النص، جالي في اخر الجمله، ده ما اعتبرش اسلوب نداء نهائي خالص. تعالى بقى نشوف امثله كمان لاسلوب النداء. لما انا بقول يا بسمه اغسلي اسنانك، انا بكلم بنت فبقول لها يا بسمه اغسلي اسنانك. يبقى اغسلي دي لما انا بكلم بنت بحط للفعل اللي عندي ياء في اخر الكلمه، يا في اخر الفعل بتاعي. ما ينفعش اقول يا بسمه اغسل اسنانك، لا انا بكلم بنت، لكن بقول يا احمد اغسل اسنانك. يبقى الولد بكلمه عادي، اما البنت لازم في الفعل بتاعي احط له ياء في اخر الكلمه، او في النهي برضك، او في النهي احط لها ياء، لان دي ياء المخاطبه مش ياء اللي احنا بنحذفها، ياء حرف المد اللي احنا تعودنا عليه. زي مثلا يا، لو خدنا الجمله دي، يا احمد ارمي القمامه. فاهمين كده حبيبي؟ دي اصل ارمي دي المفروض ارمي يا بطه، لا انا اللي هي البطه دي بحذفها ما بحطهاش، عشان انا بكلم اي حرف عله او اي حرف مد. ايه حروف المد اللي احنا واخدينها؟ الواو والالف والياء. ديت ايه؟ تحذف امتى؟ في الفعل، لما ايه؟ لما اتحدث مع ايه؟ مذكر، مع مفرد مذكر، مع مفرد مذكر. خدوا بالكم المعلومه دي كويس قوي. لكن الياء بتاعت اغسلي دي، دي ما اسمهاش اللي هو حروف المد بتاعتنا، تدي انا بتكلم ياء اسمها ياء المخاطبه، ياء اللي انا بكلم بيها بنت، الياء دي بكلم بيها بنت، فبقول يا بسمه اغسلي اسناني، يا بسمه علقي ملابسك. كده واضحه معانا اسلوب النداء. يبقى اسلوب النداء لو انا كلمت بيه ولد غير لما هكلم بيه بنت. البنت دايما في فعلها خد بالك بحط في اخره ياء، بحط في اخره ياء. تعالى نتدرب كده ونشوف بعض التدريبات عندنا ازاي تتحل مع بعض، ونشوف لما بكلم المفرد المذكر ولما بكلم المفرد المؤنث. بقول يا احمد ذاكر جيدا. بصوا ذاكر ما فيهاش ايه ياء في الاخر، عشان انا بكلم ولد. طيب ذاكر بقى، بيقول لي طلعي اداه النداء. اداه النداء اللي عندي ايه؟ ياء اللي احنا متفقين عليها، ياء. طيب والمنادى بتاع مين؟ محمد. يبقى اللي بناديه المنادى دايما دايما بعد حرف النداء، المنادى دايما دايما بعد حرف النداء. طيب احبك جدا يا امي، انا بكمل اهو يا امي ده، وقلنا اداه النداء يا. طب المنادى امي. طب يا اولاد الغذاء، الغداء جاهز، يا اولاده الغداء جاهز. طب فين اداه النداء يا؟ طب فين المنادى اللي بعد حرف النداء؟ اولاد.
طيب يا مي لا تقطفي الازهار. خد بالك انا بكلم بنت، يبقى حطيت في فعلها ايه في الاخر؟ يه بطه. يا اهي، يبقى يا مي لا تقطفي الازهار اداه النداء ايه؟ يا. طيب المنادى اللي بعد حرف النداء يبقى مي. طب بيقول لك التدريب الثاني، استخدم اسلوب النداء، اطلب من فاطمه ان تغسل يديها. اقول لها ايه بقى حبيبي؟ اقول يا فاطمه اغسلي يديك اهو. يا فاطمه، يبقى انا حطيت الياء اهي، الياء اللي في اخر فعلي عشان انا بكلم بنت. طب اطلب من عمر عدم القاء القمامه في الشارع. احنا واخدين طبعا قبل كده كلمه عدم دي بحولها في الكلام بتاعي بلا، يبقى يا عمر لا، يا عمر لا تلق القمامه في الشارع. طب يا ميس انت حضرتك حذفتي ليه ليه هنا من طلق؟ عشان دي اللي احنا اتفقنا عليها، لما انا بكلم ولد مفرد مذكر واخر الفعل بتاعه واو او الف او يه ديت، فاصل الفعل بتاعه بحذفها، بحذفها حبيبي، فبقول لا تلقي واحط تحت القاف كسره. ليه بحط كسره؟ عشان اقول له اللي انا حذفه لك حرف اللي هو الياء، بس انا بكلم ولد. خد بالك من المعلومه دي تاني، لما بكلم البنت بحط في اخر فعل ياء، اما بكلم ولد ما بحطلهوش ياء. طب افرض لو الفعل بتاعي في الولد المذكر المفرد، يعني ولد يعني مذكر مفرد واخره ياء، يبقى في الفعل ذات نفسه يبقى بحذفها وبحط ليه الكسره دي عشان اللي وراها يقول لي انت حاسفه حرف من الفعل. طب اطلب من خالد الاهتمام بالمذاكرة، اقول له ايه؟ يا خالد اهتم بالمذاكرة اهو. طب اطلب من سارة الاستماع لشرح المعلم، اقول لها ايه؟ يا سارة يلا، اقول لها ايه؟ استمعي. احط لها ايه بقى؟ ياء في الاخر عشان هي بكلم بنت لشر المعلمه. واضح الكلام كده؟ يا رب تكون فاهمين اسلوب النداء. تعالى بقى هنا تدريب كمان، اكمل بقى المره دي. بيقول لي كملي كالمثال، ساره لا تمشط شعرها، اقول لها يا ساره مشطي شعرك. طب يوسف صوته مرتفع، اقول له يا يوسف لا ترفع صوتك. لا ايه؟ لا ترفع صوتك. واحد بيقول لي يا ميس طب ما انا ممكن اقول له يوسف اخفض صوتك، اقول له صح، يا يوسف اخفض صوتك، صح حبيبي، ده صح ودي صح. طب ادم يجري في الشارع، اقول له ايه؟ يا ادم لا تجري. الله يا ميس، ده هي اخرها الفعل اهو، في اصلا ايه؟ تجري، يبقى ايه؟ مد. طب انا حاسبها؟ لا انا هحذفها. طيب تجري، يبقى لا تجري اهي في الشارع، احط تحتها ايه؟ كسره عشان اقول له خد بالك انا حاسفه لك حرف لا تجري في الشارع. طيب عندي هنا حبيبي بردك مي لا تشرب اللبن، انا عايزه انصحها بحاجه، اقول لها ايه؟ يبقى يا مي ايه اشربي اللبن، عشان دوت حاجه كويسه، اشربي اللبن اهي. الجمل دي عملناها مع بعض. طيب رتب الجمل لتبدا باسلوب نداء، خد بالك من السؤال دوت عشان ما حدش يرتب الجمله ويحط لي اسلوب النداء في الاخر، يبقى ساعتها هتعتبر لك غلط. لا، لما يقول لك ابدا بحرف باسلوب النداء، يبقى انت حبيبي لازم ملزم تبدا باسلوب النداء. اقول له يا علي اهو حبيبي، يا علي
وفاصله، خد بالك الفاصله دي تعتبر كلمه من وسط الكلمات الجمل الجمله بتاعتي، يعني لازم ارتبها له في وسط ترتيبي. يا علي ايه امشي ايه على الرصيف، ادي امشي على الرصيف. الله يا مستر خير، هيا خد بالك اديني اهو احنا بنعملها لك عشان نختبر ذكائك، احنا شرحناها. تاخرها يا ينفع احطها في الفعل تاني؟ لا، تاخره يا واللي اخره واو او الف او يا مد في المفرد المذكر بحذفها، تبقى امشي اهي حبيبي امشي كده. ايه عملنا رتبناها. طب يا وادي جاسر وفاصله والتعليمات اتبع، اقول له يا جاسر وفاصلة اتبع التعليمات. ايه واضحة حبايبي كده؟ طيب لا يا تكتبي سميرة الجدران فاصلة على، يبقى اقول له يا سميرة فاصلة معايا لا تكتبي على الجدران. وراحت ادي الورقه اللي بعد كده حبايبي هتبقى واجب عندنا في اسلوب النداء، هنحلها وان شاء الله كده هينزل لكم على التليجرام الحل بتاعها، ويا رب تكونوا حالين كله صح. تعالى حبيبي بقى كده هناخده النهارده في التعبير الكتابي، هناخده حاجه جديده اللي هي احنا خدناها في طول السنه اللي هي اللافته المصوره او اللافته عموما، سواء جاب لي صوره او ما جابش صوره. اللافته المصوره لازم بيكون جايب لك هو حبيبي صوره، وبعد كده بستخدم انا مفردات من عندي مناسبه، وبستخدم اسلوب وانا بكتب، يا اما استخدم له اسلوب الامر او اسلوب النهي. واخد بالي كويس جدا مع علامات الترقيم، وفي اخر الكلمه بتاعتي احط إيه بعد ما اخلص فول ستوب او نقطه حبيبي، احط ايه نقطه في اخر جملتي. تعالى هنا هنكون ونشوف لافتات نتدرب فيها مع بعضينا كده، ونشوف هنعمل فيها هنا ايه. ادي هنا عندك الولد في اول صوره، هنا حبيبي في اول صوره بقول له ايه حافظ على نظافه بلدك. طب البنت لا تتركي صنبور المياه مفتوح. طب الصوره الثانيه يلا كده نفكر مع بعض، الصوره الثانيه البنت بتقطف الازهار، اقول لها ايه لا تقطفي الازهار، دي جمله ودي تنفع. طب ممكن يا ميس اعملها باسلوب تاني؟ اه ممكن، اقول لها ايه حافظي على ايه على جمال الحديقه، صح برافو عليك. يا اما بتستخدم باسلوب الامر يا اما بتستخدم باسلوب النهي. طب الولد وهو بيعمل بياكل الكلب اقول له ايه اعطف على الحيوان، اه دي لان اللافته حبيبي وانا بتكلم اللافته يعني لازم تنفع، بتنبهني لحاجه انا وغيري، فانا بقول له عموما في الصوره دي اعطف على الحيوان، بحيث ان اي ولد شايفها في اي مكان بيأذي الحيوانات يبقى انا بقول له لا انا بنبهك لحاجه تعملها كويسه وتاخد عليها ثواب اللي هي العطف على الحيوان. طيب هنا بقى الولاد الصوره ديت بتوضح ايه؟ في واحد يقول لي ميسا بيلعبوا في الحديقه، صح يا حبيبي؟ اقول له ايه؟ العبوا في الحديقه. طيب واحد تاني بيقول لي ميسا ما وراها عربيه، ما انا ممكن كده اشوفها اللي هي دوت في بيلعبوا في الطريق العام، اقول له ممكن صح برضك العباره بتاعتك هتقول فيها ايه؟ لا تلعب وسط الطريق، يبقى دي لافته صح ودي لافته صح. طيب البنت هنا اهوت اقول لها ايه؟ اغسلي يديكي جيدا، يبقى انا عملت في كل صوره حاجه لافته. تعالى بردك هنا ورايا معايا اهي، بيقول لي هنا لو انا كده حق بيقول لك اقرا اللافته المصوره الاتيه ولاحظ عناصرها ثم اكمل. بص يا حبيبي كده تعالى معايا، اول صوره الولد بيقول لك احضر فرشاه الاسنان الخاصه بك، يبقى اول تكوين للافته دي ايه؟ اللي هي بادئه باسلوب
بفعل امر بدأ باسلوب الامر او فعل امر، واخدت الالفاظ المناسبه للصوره اللي هو ولد ومعايا فرشاه بتاعته وعلى الحوض، يبقى هنا هو ايه بيغسل اسنانه. وفي الاخر نقطه، خد بالك انا بنهي جملتي بنقطه. طيب هنا الولد ماسك الفرشاه، فبقول له ايه؟ ضع المعجون على فرشاه الاسنان، بحط له نقطه. والثالثه ضع الفرشاه على اسنانك وحركها باتجاه اعلى ثم اسفل. طيب الصوره الرابعه معانا، بقول له ايه؟ تاكد من غسل كل اسنانك من الداخل والخارج. طيب هنا بقى في الخامسه قال ايه؟ مضمض فمك بالماء واغسله جيدا. مضمض فمك بالماء واغسله جيدا. طيب الهدف بقى اللي انتم ملاحظين كده في العناصر دي كلها ايه؟ ملاحظين اللي احنا في اي لافتة يا اما بشجع اللي قدامي على عمل حلو وعمل كويس هيفيده ويفيد المجتمع، يا اما بنهيه عن فعل شيء يضره ويضر المجتمع. يبقى الهدف من اللافتة ايه يا حبايبي؟ اللي انا بأمر بشيء بيفيدك ويفيد الاخرين، او بنهيك عن فعل شيء يضرك ويضر الاخرين. ولو لاحظنا اللي كلها اما بتبدا بفعل امر او فعل نهي، يعني يا اسلوب امر يا اسلوب نهي. وفي الاخر لازم احط معايا ايه يا حبيبي؟ لازم تكون معايا نقطه في الاخر، خد بالك من نقطه، لان في ولاد بيكتبوها كامله وما يحطوش حاجه، لا لازم احط النقطه عشان اكمل اللافته بتاعتي كامله. بصوا معايا كده بقى شويه كده، اكتب لافته مصوره عن الطريقه الصحيحه للوضوء. اول الولد في اول واحده بيغسل ايديه، يبقى انا بقول له ايه؟ دوت كيفيه الوضوء الصحيح، فبقول له اغسل يديك 3 مرات. طب والولد اهو بيبدا يتمضمض، فبقول له ايه؟ تمضمض 3 مرات. الله، يبقى انا كده بكلمه هو مباشره. طب انا ممكن اكلم بحاجه تانية يا ميس، اقول له مثلا ايه؟ مضمض فمك 3 مرات، صح الجمله دي او الجمله دي؟ يبقى انا بقول له تمضمض لو هو ليه هو مباشره، او ايه؟ او ممكن اقول له ايه؟ مضمض اهو فمك 3 مرات. 3 مرات، الجمله دي صحيحه والجمله دي صحيحه. طيب الجملة التانية، اغسل وجهك 3 مرات. طب والتالتة وهو بيغسل ايديه، بس هو بيغسل المرة دي مش الايد لغاية الرسغين، لا الايد لغاية المرفقين. يبقى اغسل يديك حتى المرفقين، اغسل يديك حتى المرفقين. طيب الصورة الخامسة، اقول له ايه؟ امسح رأسك مرة واحدة. وبرضه لو انتم ملاحظين انا عملت غلطه واحنا ما حدش قال لي عليها، او الغلطه اللي انا وقعت فيها ايه في كل ده؟ اللي انا نسيت احط ايه؟ نقطه. يبقى انا يا ميس وفاء لو احنا عملنا نسينا النقطه دي انا هنقص. يا حبيبي لازم تكمل تكون لافته بتاعتك كامله، يبقى انا لازم احط في كل واحده في كل صوره النقطه بتاعتي واضحه خالص. ليه؟ عشان دي اساسي من اساسيات تكوين اللافته اللي احنا قلناها. مش احنا اللافته مفردات تكون مناسبه للصوره، وابدا باسلوب امر او نهي، وفي الاخر احافظ على علامات ترقيم. طب انا كده ما حافظتش على علامات ترقيم، يبقى انا نقصت جزء من اللافته بتاعتي. بص هنا برده، اغسل يديك حتى المرفقين، واحط النقطه اهي واضحه معاكم. هنا برده في الاخر، اغسل رجلك 3 مرات. طب ممكن واحد يقول لي طب انا ممكن اقولها اغسل قدمك 3 مرات، صح دي ودي صح. طيب الورق اللي ما بعد كده حبيبي هيبقى بعد كده واجب عليك. وجزاكم الله كل خير، ويا رب نكون استفدنا من الموضوع وفي استفاده ان شاء الله، وان شاء الله نكمل ونكون على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.